حضراتكم ليه مبادرة إنسانية أخرى محترمة جدا، وهي هنا تحديدا هنتكلم عن رياضات ذوي الهمم، حاجة محترمة بتقوم بيها الدولة عشان تدعمهم باستمرار. مؤخرا بقى كان في انطلاق لمنافسات النسخة الأولى من دوري منتخبات كرة السلة للسم بنات هنا بمشاركة 17 محافظة. احنا بنتكلم في 17 محافظة، يعني مش معمول ده مثلا على سكيل صغير، لا 17 محافظة، فتخيلوا حضراتكم الحجم. الهدف كان من إقامة الدوري ده هو هنا توسيع قاعدة الممارسة وجذب كمان الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع ده، طبعا على غرار دوري مراكز الشباب للسم بس بنين، بالإضافة كمان لبث هنا زي ما بيقولوا روح المنافسة، اكتشاف المواهب. ده كله أكيد لو هيروح هيترجم في حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم، والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا دايما بنشوفه بيدعم حقيقي وبيكون حريص على تذليل أي عقبات بتواجههم. خلينا نشوف يعني تفاصيل انطلاق الدوري ده، دوري كرة السلة للسم بنات، ونرجع لك. أنا سعيد جدا بيكم وبرحب بيكم في المدينة الشبابية بالإسكندرية، إن احنا بنعمل أول دوري محافظات منتخبات المحافظات في كرة السلة للسم للبنات، وده نشاط أول مرة ينافس في مصر وتحت رعاية سعادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف دكتور ممدوح عبد العزيز مدير الإدارة المركزية للوزارة. واحنا الحقيقه كان الهدف ان احنا نبتدي ندخل الفئه دي من خلال مكتب ذو الهمم في الوزاره انها تبقى ليها نشاط ويبدا بيها الاهتمام. انا عايز اقول لحضرتك ان الدوري ده بالنسبه لهم احنا كنا واخدين زي تحدي، هل يا ترى الناس هتشارك ولا مش هتشارك؟ فالنسخه الاولى اللي احنا موجودين فيها النهارده ان 17 محافظه يشاركوا من 27 محافظه، ده انجاز وللبنات، وزي ما انت شايفه في طابور العرض الكثافه من محافظات الصعيد كمان، ودي مفاجاه بالنسبه لنا ان بنات الصعيد كمان يشاركوا في النسخه الاولى. عايز اقول لحضرتك بيقاس مدى تقدم الدول بمدى الاهتمام بهذه الفئه. هم مبسوطين جدا 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 ان في مكان في مصر عارف الخصائص والطباع بتاعتهم وبيلبي رغباتهم واحتياجاتهم، فدي حاجه رائعه جدا يعني. فهم دي ردود الافعال بدليل عدد المشاركه. احنا في البدايه طبعا احنا اقترحنا بعض الاقتراحات شويه، عدلنا بعض التعديلات عشان نقدر نساعد البنات، عشان هم بالنسبه لهم اول نسخه بيلعبوا فيها، وزي ما انتم شايفين طبعا في ناس كتير جدا ان احنا اول ممارسه ليهم، فده شيء طيب جدا. و17 محافظه ان هم يشاركوا من 27 ده رقم رائع طبعا. البطوله دي كانت فكرتها من الاول جت للولاد النورمال الصم، ان احنا عملنا بطوله دوري زي اسوه بالاسوياء، فعملنا البطوله ونجحت على مدار 5 سنين. فجاء المسؤولين في المكتب في الوزاره ان هم فكروا ان احنا لازم نعمل للبنات اسوه بالولاد، يعني عشان نقدر نغطي الفئه من هنا والفئه من هنا، فئه الولاد وفئه السم. احنا دلوقتي هو اول مباراه خلصت كانت ما بين فريق بني سويف والاهليه. المستوى بتاع البنات حتى الان مبشر بالخير، البنات ما شاء الله المدربين عاملين معاهم شغل كويس، نسبه التسجيل في الماتش كويس، السكور خلصان 16-8 لصالح بني سويف، ده معناه ان الفرق بتقدر تسجل، البنات متعلمه مهارات كويس بداوا يسجلوا. احنا شايفين ان مع مرور الوقت وكل ما البنات هيلعبوا مباريات اكتر المستوى بتاعهم هيبتدي يتحسن وهيبقى افضل وافضل لغايه ما نوصل لليوم الاخير ان شاء الله، هتبقى المباريات اللي هي في الادوار بقى اللي قبل النهائي والنهائي، هتبقى المباريات قويه ان شاء الله. بتقول لك ان هي بتديها قوه وبتديها سعاده وبتحس بسعاده اثناء اللعب. بيقولك كويس وكله عنده حماس ان هو يلعب ويقدم شغل كويس، كله بيتمنى ان هو يكسب بالظبط.